ريشه ويعرض شريطا أبيض أسفل ظهره. يستخدم أسنانه لإصدار صوت تحذيري أنه طقطقة. تحتوي كل ريشة على أشواك مجهرية تسمح لها بالالتصاق بلحم المهاجم. بسبب انتقاداتها اللاذعة يمكن أن تتعثر ريشات النيس في الأنسجة الرخوة للكلب، ويمكن أن تتحرك بشكل أعمق في الجسم إذا لم تتم إزالتها على الفور. يمكن أن تدخل الريشات في المفاصل أو تضر بالأعضاء الداخلية أو تسبب جراحاً عميقة. إن الأسود تعاني أحياناً إذا هاجمت النيس، لذلك لماذا يفعلون ذلك؟ لا يستطيع الكثير العبث مع الأسود. إنها حيوانات مفترسة قوية، يمكنها أن تسقط فريسة كبيرة مثل الحيوانات البرية والحمار الوحشي وحتى الجاموس، لكنهم ليسوا منيعين. أظهرت دراستنا الجديدة حول التفاعلات بين الأسود والنيس في المعركة بين هذين الوحشين المختلفين للغاية، يمكن للقوارض المسننة أن تخرج إلى الأمام. قمنا بفحص السجلات التاريخية للأسود التي أصيبت بجروح من قبل النيس، وسمح لنا ذلك بتطوير صورة أفضل للظروف التي أدت بالأسود إلى محاولة اصطياد النيس، وما يحدث للأسود التي تتعرض للتخوزق بواسطة ريشات النيس. هناك قصص وسجلات لأسود أصيبت بجروح من النيس تعود لمئات السنين. في كثير من هذه الحالات، جعلت إصابات الأسود من الصيد أو الأكل أكثر صعوبة، تحولوا أحياناً إلى فريسة أسهل. النيس الأفريقي عبارة عن قوارض كبيرة يمكن أن يصل وزنها إلى حوالي 20 كيلوغراماً. تبحث الحيوانات المفترسة عن لحومها اللذيذة.